اسمك عرف نفسك عرف نفسك في مصر اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي مختار علي مهدي محمد عيدي شاهين من ساحل سليم محافظة اسيوط. ايوه عم مختار انت جاي بقى النهارده في بلاغ بتقول لي النائب العام ضد صورس وحبيب العدل ومش عارف اسماء أيوة. كده كتيره ايه الموضوع؟ انا بلغ قدام بلاغ للنائب العام رقم 8087 تاريخ 2/6/2011 بلاغات للنائب العام. ايه بتقول فيه؟ ضد نجيب وسميح وناصف اولاد انسي سويرس وحبيب العدلي ووزير السكن السابق ورئيس الوزراء وكل عصابه رسول نهبوا وسرقوا خيرات مصر وهم وحسن مبارك وعلاء وجمال. حسن مبارك نهبوا مصر وجوعوا الشعب قتلوا الشعب موتوا الشعب الحي سرقوا ونهبوا املاك مصر وبيتبعوا رشاوي بعض المسؤولين وبيغيروا الحقائق والوقائع فهم نهبوا اكثر من 40-50 تريليون من الشعب المصري ونهبوا كونوا حوالي عن 600 شركة بترول بقوانين والقوانين موجودة عندي كونوا حوالي عن 20 شركة ذهب بقوانين والقوانين عندي كونوا 20 شركة غاز القوانين هم موجودة بطرس غالي وآخرين لن يدفعوا نصيب مصر 51% وأخطر رصد ثاني عمر جلال حناريلي كون مليار من حرام من سرقة ونهب وسلب بالمساندات في الأرض أنا من ضمن فدانين و15 جرار ضاعهم 10 مليون جنيه يعني ايه في الارض املاك الدوله علني قدمت فيه بلاغ رقم 2590 سنه تاريخ 26/2 سنه 2011 بلاغات حول نفس الاموال العامه ونفس الاموال العامه حولته لجلسه كسب غير المشروع هناك في جلسه كسب غير المشروع ليه قرايب وليه بعض عملاء بالفلوس والرشاوي ينوم البلاغ قدمت بلاغ ثاني رقم 33 تاريخ 16/2 سنة 2011 برضه لي عملاء ولي اصحاب بالفلوس وبالرشاوي نوموا البلاغات قدمت فيه كذا بلاغ نوموا البلاغات بجهات الاختصاص كل شيء بالرشاوي دي وسطاء بيسعوا شريك وظباط من الدوله ما زال نظام الفساد قاعد وما زال الحرميه قاعدين ما فيش حاجه تغير احنا انا من ضمن من اعضاء الثوره وانا من ضمن 40 نفر احنا والبرادعي اسسنا الثوره في 25 يناير سنه 2011 في ميدان جيزه واحنا طالعين من مسجد الاستقامه في ميدان جيزه الشرطه حوالي عن 100,000 ضربونا وماتوا منا 30 فاضلين 10 احنا اسسنا الثوره دول الاخوان المسلمين والجماعه الاسلاميه والسلفيين ما كانش يبقى في ثورة هم ينقذونا من الشرطة الفرد الثورة يعود للإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين هم الأساس الثورة وهم اللي قاموا بالثورة معانا وهم اللي أنقذوا أرواحنا لولا الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين ما كانش يبقى في ثورة خالص ولكن قطفوا الثورة مننا نجيب في رمى فتن عشان نقضوا على بعضينا عشان نفتنوا فتن بيننا فتن بين الاخوان، فتن بين الجماعه الاسلاميه، فتن بين السلفيين، فتن بين الكل، بين الثوره، اعضاء الثوره، شتت الكل عشان الكل يقضي على بعضيه، عشان الشعب المصري كله يقضي على بعضيه ويتفني الشعب المصري وكله يموت بعضيه وهو يبقى رئيس جمهوريه واللي يفضل يا يموتون النصارى يا يدبحونا يا ينصرونا يا يموتونا. كمان في نقطه خطيره الكنيسة الأم في العباسية هي ترأس الكنيسة في أديس أبابا اتفق نجيب ساويرس هو والنصارى واليهود عشان يسدوا النيل عن مصر النيل الأزرق عملوا السد اللي هو السد اللي هو السد الألفية على النيل الأزرق علشان ما تجيش مية لمصر عشان يمنعوا المية عن مصر عشان الشعب المصري يموت يا ينصر وبعد كده هو احنا نقول لهم ايه افتحوا لنا الميه يقول طيب اتنصر عشان جواري جمهوريه يا ينصرونا يا يموتونا عشان يقتلونا اولا انا بتكلم بالمسلسل نجيب ساويرس سرق 2000 فدان
الارض هي كانت مخصصه باسم محافظه الجيزه سرقهم وكون شركه اسمها شركه بالمي هيلل دي هي الكيلو 4.5 ورا فيلل ومساكن علي حسين ابراهيم وجار غرب فندق الواحه دي شركة الارض نجيب سويس 2000 فدان كانت مخصصه لجمعيه الاهرام بعد لو تحل جمعيه الاهرام بالقرار رقم 217/1992 هلا يوسف والي بس هو اعتبر نجيب سويس هو وحسني مبارك خصص الارض لمحافظه الجيزه بقرار بعد هو حسني مبارك راح اعطاله 2000 فدان حط فيها بلطجيه وبنى ارض بنى ارض عليها فلل على 50 فدان بدون اي سند ملكيه ما دفعش فيها مليم انت بلغت الارض مخصصه املاك دوله مخصصه لمحافظه الجيزه رقم البلاغ كام؟ في البلاغ رقم 8087 بتاريخ 2/6/2011 بلغات النائب العام. شكرا يا معلم. ايوه والارض مخصصه لمحافظه الجيزه استولى عليها نجيب سويس ما دفعش فيها مليم. شكرا. كون فيها عليها شركه واستولى على الارض الباقيه 2000 فدان قاعد فيها بلطجيه ورا مساكن علي حسن رحيم ورا شركه العجزيه وجبال فندق الواحه من غرب طريق مصر الاسكندريه الصحراوي الكيلو 4.5 دول 2000 فدان ما دفعش فيهم مليم نجيب سويس. شاركهم وبيبيع الفيلا ب 10 مليون جنيه وبيبيع الشقه ب 150 الف جنيه ما دفعش مليم ثمن الارض والارض املك دوله مخصصه لمحافظه الجيزه اعطاهم له حسني مبارك دول هديه ل 2000 فدان لو على ذلك نجيب سويس وهو سميح وناصف كون شركه اورس كوم سرقوا 2500 فدان في 6 اكتوبر بالقرارين وهم تصورهم هم القرارين أصحاب 464 464 سنة 2001 والقرار رقم 20 سنة 2009 دول 2500 فدان بسعر المتر بدون مزاد علني مخالف للقانون 89 سنة 98 النقصات والمزايدات خدهم بسعر المتر 11 جنيه والبعض منه بالمرافق ب 70 جنيه يبقى استولى على الارض باني بها فلل بتاجر فيها بيبيع الفيلا ب 10 مليون جنيه وبيبيع الشقه ب 150 الف جنيه و 160 الف جنيه في الارض المشروع الخريجي مشروع الشباب مخصصه للشباب مخصصه للناس الفقراء الناس الغلابه يبقى هو بيبيع الشقه ب 150 الف والفيلا ب 10 مليون جنيه بدون اي وجه حق كون ثروات طائله من حرام من استغلال وبعد كده هو دول 2500 فدان والواحد لما لك يجي ياخد 10 متر ممكن يروح ورا الشمس عشان يبني بيها حته بيت يروح ورا الشمس ثانيا هو عاوز يسرق مثلث مسبيرو راح اتفق هو والمحافظ استصدروا قرارات بازاله مثلث مسبيرو تحت المنفعه العامه. المنفعه كلمه المنفعه العامه دي كلمه وهميه. وبرضه حكر ابو دومه كذلك استصدر قرار بازاله حكر ابو دومه واستصدر قرار بازاله مثلث مسبيرو عشان يسرق ارض مسبيرو اللي قاعدين فيها وساكنين فيها الغلابه عن 100 سنه عن اباتهم وعن جدودهم. ما لهمش اي مسكن غير المنطقه دي هي اللي هي مثلث بس بيرو عاوز كان يسرقها نجيب سويس ويبني عليها ابراج تمام تحت كلمه منفعه عامه ولكن دول غلابه ما لاقينش ياكلوا عيشتهم حلال ناس تعبانين عاوز يهد بيوتهم ويزيل بيوتهم ويسرقها وينهبها ويبني عليها ابراج زي ما سرق ارض حكر ابو دومه وأزال الحكر أبو دومة تحت كلمة منفعة عامة برضي أرض مثلث بسبيرو عاوز يسرقها ويبني عليها أبراج تحت كلمة منفعة عامة كذا ستار صدر بيه قرارات إزالة وأنا أطلب إلغاء قرارات الإزالة دي هي ناس غلابة وناس فقراء أنا أطلب من وزير الدفاع
والمدفع العسكري تطبيق الشريعة الإسلامية. أي واحد يخاف من تطبيق الشريعة الإسلامية يبقى حرامي. أطلب تطبيق حدود الله، كل إنسان يبقى في أدبه، ولو طبق شرع الله فتح الأرض بالخيرات، تبقى مصر أغنى دولة في العالم. لكن ما دام ما فيش شرع الله، كله بيقتل بعضه، كله بينهب بعضه، كله بيسجن بعضه، الكبير بياكل في الصغير، احنا في غابة، كله بينهب بعضه، كله بيسجن بعضه. ما دام الواحد حرام ويسرق، ما زال الفساد قاعد، ما زال احنا قمنا بالثورة عشان نطهر الفساد، ولكن ما زال الفساد قاعد. احنا ما عملناش غدوات 10%، فاضل 90% فساد، ما زال الفساد قاعد. الشرطة قاعدة برضه مستغلة نفوذها، الأمن الدولة زي ما هو، ما فيش غير كلمة أمن دولة، الأمن الوطني اللي هو تغير، قاعدين ما زال الفساد قاعد. الثورة المضادة 40-50 ألف جنيه بلطجي كل واحد، 5000 جنيه عشان يقضوا على الثورة، ما زال النظام الفساد قاعد، واللصوص قاعدين، الحرامية قاعدين، ما فيش حاجة تغيري. نجيب ساويرس عمك يعمل فتن عشان يقضي على الشعب المصري، عشان كله يقلب بعضيه، هو عاوز يمسك رئيس جمهورية، هو حرامي، كون يطلع 40 تريون، جابها منين دي؟ اللي هو كان شغال في المحطة، هو وأخواته كانوا شغالين في المحطة، والشعب المصري ما لقيش ياكل، ما لقيش يعيش، الأرامل ما لقاش تاكل، ما لقاش رغيف العيش، تتعارك لغاية النهاردة في الفرن عشان رغيف العيش، وهو مع 30-40 تريون. هو وأخواته من حرام كانوا شغالين في المحطة، نجيب وأخواته، نجيب ساويرس، نجيب أول ساويرس وأخواته وناسه وقرايبه يمتلكوا حوالي عن 50 تريليون موجودة في العالم، سرقناها بمصر، سرق خيرات مصر، طلعها برا. هو وحسن مبارك وعلاء وجمال ورئيس الوزراء والوزراء ورؤوس الفساد، عصابة لصوص، سرقوا ونابوا أموال مصر وطلعوها برا أسماء ناس تانية أخرى، أسماء وهمية، أسماء وهمية، والشعب المصري جعان ما لقيش ياكل.